السلام عليكم اميراتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اللي اول مره راها تشوف القناه تاعي مرحبا بك، انا بشرى قناه لوتيس كريا. واخيرا جبت لكم ثاني جبه قذيفه في القناه تاعي، وثالث جبه على ما اظن. البنات كنتوا بزاف طلبتوا مني جبات قذيفه، كنت نحوس على موديل شباب شباب شباب. هذا اللي صبته هو هذا اللي راني نوريه لكم في الصوره. هذا الموديل حقيقة شفته في قناة حبيبتي كريا دي زاد. البنات اللي ما يعرفوش كريا دي زاد هي قناة دير بزاف لي دي اي واي تيوتو تاع الحوايج تاع الديكور، وكامل من اشياء بسيطة تحولها الى اشياء جميلة جدا. والقناة تاعها تاني فيها يعني دير لكم اون سيليكسيون لي موديل، جبات قذيفة، كراكويات، كامل. تعجبني بزاف بزاف على خاطر عندها ذوق رفيع جدا، ودائما كي تختار وتسيليكسيوني دي موديل تختارهم بذوق يكونوا شابين بزاف. الوغ البنات اللي ما راهيش مشتركه في القناه تاعها تفضلوا اشتركوا في القناه تاعها وقولوا راكم جايين من عند لوتيس كريا، دوك تفرح بزاف. المهم الموديل اللي راني ماشي نديره لكم، انا من كي شفته عجبني قلت وهذا نخيطه ليا ونحطه في القناه. تعرفوني انا عندي نموت على الحاجه سامبل ولي كلاس. المهم هذه قذيفة شريتها من مارشي تاع ميلوز عند جزيلة، شريت 3 متر تبيع باللي كوبون شريتها من عند جزيلة. انا في الحقيقة كنت باغية نفس اللون تاع هذا الموديل ولكن ما صبتش، صبت نفس اللون تاع الموديل بصح صبته ما صبتهش في القذيفة، صبته في لقيتو في قماش اخر. المهم هذا كان ان شاء الله ندير لكم بها فيديو شباب تاني لحجاب. الوغ اختاريت هنايا تاني لا دونتيل اللي تتمشى مع هذا اللون كيفها تماما. تحتاجوا في الحقيقه تحتاجوا غير مرسو صغير، تحتاجوا غير مرسو فيه ميم با 20 سنتيمتر، تحتاجوا غير مرسو كيما هكا. من الاحسن احسن لازم تكون مطاطيه، مي معليش سينو حتى ما تكونش مطاطيه معليش. هذا شريته من عند اللي شريت عليه لا دونتيل اللي درت لكم فيديو تاع الملابس الداخليه في المارشي تاع ميلوز. الوغ نبداو بسم الله، نبداو بالتفصيل. الحاجه الاولى اللي نبدا بها تعرفوا القماش نقبدوه على الجهه اللي يتكسر، يعني الجهه المطاطيه. الحاجه الاولى اللي نبداو بها غادي نحي الطول تاع من اعلى نقطه في الكتف الى تحت الصدر، غادي ندير 37 ونقص منه، نقص قطعه فيها 37 سنتيمتر. على ما اظن هاد القذيفه دير 30000، على ما اظن 30000 في الجزائر. بون تشوفوا هاني هادي نخليوها بجيه. بون تشوفوا هاني قصيت هنايا قطعه فيها 37، هادي غادي ندير بها الجهه اللي من الفوق. بون الحاجه الثانيه اللي نديرها غادي نحي هاد لا ليزيير، هادي عيطوها لا ليزيير، غادي نحيها علاش على خاطر باش ما تخرجناش في الفصاله في الحواف القماش ما يجيش مكمش. غادي نحي كامل هاد الزياده. بنات قلعت لا ليزيير كلتا الجهتين، دروك واش راني باش ندير؟ تبعوني مليح مليح. دروك هادي قذيفه كما قلت لكم في الفيديو تاع الكافطون تاع القذيفه، راها عاد ما شافتش الكافطون تاع القذيفه نخلي لكم الصوره واللين في صندوق الوصف. الوغ قلت لكم بلي القذيفه عندها وجهين، هنا القذيفه ولا البدعيه باش ما يجيش فيها ان غون ديفو كي تفصلي لازم تعرفي كيفاش تاخدي القذيفه تاعك. نحوسو على الجهه اللي رحنا باغيها، كاين جهه كما قلت لكم كي تلمسو تجي جهه حرشه، كي تطل كي تهودي لتحت تجي جهه حرشه، وكي تطلعي للفوق تجيك رطبه. انا اللي باغي نديرها على الجهه اللي رطبه، علاش؟ باش كي نكون لابستها وديري هكا ديري هكا تجيك رطبه، ولا هنايا كي ديري هكا ثاني تجيك رطبه. الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها غادي نحسب، غادي نحسب من تحت الصدر، من تحت الصدر نيشان تحت الصدر للارض، طول تاع من تحت الصدر الى الارض شحال عندي؟ عندي 122. الو غادي ناخذ شوفوا هنايا هنا غادي ناخذ ملاليمتر لهنا هكذا ونحسب 122 122 هذه 122 وعند 122 نطوي القماش تاعي باش الا كان عندي كاش زياده معليش نحاولوا عليه.
فوالا شوفوا هاني قصيت القذيفه تاعي. درك واش غادي ندير بعد ما درك راه عندي زوج تاع القطع؟ واش غادي ندير؟ غادي نحوس على الجهه اللي راني باغا نفصل فيها، يعني الوجه اللون اللي راني باغا نفصل عليه. انا راني باغا نفصل على الجهه اللي رطبه، نحوس على الجهه اللي رطبه، هذه هي الجهه الرطبه. بون شوفوا البنات، بعد ما فصلت، بعد ما فصلت غير القطعتين هذوك، غادي نفصل الظهر بوحده وعاود الامام بوحده. علاش؟ على خاطر كان نفصل الظهر والامام او ميم طون كارثه، علاش؟ خاطر هذا يدور، ما نقدش نحط واحد على واحد، بقى يغبنكم ويبقى يدور. وباش تحطي واحدة على واحدة وتزيدي تحلي هذه تجيك واعره. الوغ نبدي بالظهر، الوغ تشوفوا غادي نبدي بالظهر، نطوي هكذا على اثنين، هكذا على اثنين، نحوس نشوف يعني نيشان في الاخر. وهنا راها بجهه اللي يتكسل، نطوي هكا على اثنين. واش نحسب؟ هذه اللي مطوي على اثنين هنا، باش ما نجيوش كالين بزاف من هنايا، باش هذا غادي نفصلوا به الاكمام تاعنا. الوغ هنا نديرو 43، هنا 43، 43 منا حتى للتحت. الوغ لي تبغي ديرها بلوس ايفازي، لي تبغي من التحت ديرها ايفازي كتر، هنايا تزيدي هنا في هذا تزيدي تعرضي. الوغ دروك راني ماشي نحسب دوران تحت الصدر، تحت الصدر شحال عندي؟ الوغ انا عندي 84، 84 نقسمها، ثم نقسمها على 2، يعني مقسومة على 4، نحط هنا هكذا هنا. بون البنات اللي تبغي دير لي بانس حسبوا حق لي بانس، خاصكم تحسبوا حق لي بانس. الوغ انا اللي باغا ندير دو بانس غير صغار، في البانس شاك بانس راني باغا ندير فيه واحد ونصف، واحد ونصف ندير جوج تاع لي بانس. سما اون تو البانس حق البانس شحال عندي؟ 3 سنتيمتر، واحد ونص زائد واحد ونص تجيني 3 سنتيمتر. سما هنايا هنا نزيد 3 سنتيمتر زائد واحد سنتيمتر تاع الخياطة، هنا شحال نولي نزيد؟ نزيد 4 سنتيمتر. الوغ هنا 4 سنتيمتر، ومن بعد من هاد النقطة هادي ونولي هنا نهود باش بالإيفازي هاكا، إيفازي حتى للتحت. شوفوا البنات من هنا نهاودا بالإيفازي حتى للتحت، حتى لهناك، هنا نهاودا بالإيفازي. ثم هنا شحال عندي؟ هنا عندي دوران تحت الصدر زائد 4 سنتيمتر، 3 سنتيمتر تاع لي بانس، 1 سنتيمتر تاع الخياطة. ولتحت هنا هنايا هنا راه عندي انا دايره تاع ايفازي ب 43 سنتيمتر حتى 44 سنتيمتر. فوالا درك واش راني ماش ندير؟ غادي نقص، نقص من هنا حتى لتحت. وهنا توجور تعرفوا دائما نقصوا نطلعوا بواحد هنا نطلعوا بواحد اثنين دو دوا 3 سنتيمتر. فوالا البنات درك واش راني ماشي ندير؟ نحي هادي نخليها هكا مطويه ونحيها ونجيب القطعه الثانيه. البنات دروك ناخذ القطعه الثانيه خاطر هادي هنا فصلنا غير الظهر، دروك نفصل الامام. ناخذ القطعه هي كذلك نطويها على اثنين، نشوفوا الجهه اللي رانا باغيين نفصل عليها ونطويها هكذا على اثنين كما طوينا الاولى نطوي الزوجه. بون تشوفوا هاني طويتها على اثنين، درك واش ندير؟ نحط حط الامام تاعي ونفصل الظهر بنفس الطريقه. تشوفوا هاني حطيت الظهر، درك نقص. هذا نكونو كملنا البصالة تاع يعني جلال تاعنا، الجهة اللي تجي من التحت لا جوب. نفوتو في فصالة نفصلو الجهة اللي من الفوق. البنات دروك نفوتو في الجهة الفوقانية يعني عند الصدر. بون ناخدو هذيك القطعة اللي قصيناها، نحوسو على الجهة اللي رطبة، كي ديري هكا لازم تكون رطبة. علاش؟ على خاطر هنايا درنا في لو سونس تاع لي رطب. غادي نبدي بالظهر، هنايا نسيت نحي هذا، نحي هذا لا ليزيغ. تشوفوا لا ليزيغ كشغل تكمش القماش، الوغ نحيوها.
فوالا نطويو هكا على اثنين ونحسبو الظهر تاعنا. باش تجينا سهله غادي ناخذو باسكو راني مش ندير لي بانس حتى في الظهر. اروح شوفوا هنا لازم تكون نفس المسافه هنا سرحوا مليح هنايا. نبدا دائما انا مانيش باغا ندي باغا نديرها مبلعه ندير هنا 7 سنتيمتر تاع الرقبه توجور انا ندير 7 سنتيمتر اللي تبغي تزيد تزيد. هنا عندي 7 سنتيمتر تاع الرقبه وعاود عندي هنا نحسبه نصف عرض الكتفين. انا عندي ربعين ندير النصف هو 20 شوفوا النصف تاع ربعين هو 20 هنا شوف هنا راني دايره 7 سنتيمتر هنا راني دايره 7 سنتيمتر هنا نهود غير ب 2 سنتيمتر هنا نهود ب 2 سنتيمتر نهود ب 2 سنتيمتر ونقص تكويرة تاع الظهر من بعد تاع تكويرة تاع الرقبة ومن بعد هنايا ارا من هنا نهود ب 3 سنتيمتر 3 حتى 4 سنتيمتر هنا خص يكونوا تكون مسرحة مليح مليح هنا نعود ب 3 سنتيمتر هكذا هنا نحسبه من اعلى نقطة في الكتف نوري لكم في الصورة من اعلى نقطة في الكتف الى ارتفاع الصدر يعني ارتفاع الصدر ونطلعوا حشوية نقصوا حشوية علاش باش الحردة ما تجيناش كبيرة بزاف. 23 هذا ما كان 23 عندي 23 الوغ عند هادي 23 هنا نحسبو دوران الصدر شحال عندي فيه 93 نقسم على 2 ثم نقسم على 2 يجي قسم على 4 هادي هي ونزيد حل 1 سنتيمتر تاع الخياطة هنا نعودو بالمستقيم هكذا هكا هنا توجور نعودو بشغل مستقيم والتكويرة تجي هكذا هذه هي التكويرة هكا باش تجيكم باين الوغ هنا تهودو بخط مستقيم هكذا هذا خص يكون مستقيم هكذا عاود هنا ديرو التدويرة هكذا فوالا نقصو هنا راني بدي بتاع الظهر دوك تشوفو لا ديفيرونس بين تاع الظهر والأمام الوغ كي تجي لهنا كي تجي هنا باش نديرو هادي هنا هودو بهكذا بهاد الحده هكا تماما يعني هاد المسافه لازم تكون نفسها هي المسافه الاخرى فوالا هادي الظهر هذا الظهر الوغ بالظهر غادي نخرج الامام نحي هذيك القطعه الوغ نزيد نجيب هادي ما نغطوش في لو سونس فوالا لا ليزير حتى هذه مكانش تغبنيش في الخياطه وحده كانت تقصدني قالت لي الخياطه راه تجيها مكمشه على خاطر هذه خصكم تنحيها هذه نحيوها نحيو هذيك هذه لا ليزير الوغ شوفوا نطويو القماش تاعنا على 2 ما نغلطوش في الجهه الوغ البنات شفتوا تشوفوا مليح دوك نعاود نزيد ندير لكم الصوره في هنايا شفتوا مليح عند الصدر تحت الصدر كاين شغل كاين دي بلي كاين دي بلي الوغ هادوك لي بلي خصنا نخرجوهم هنايا في الباترون الوغ ناخذو الظهر تاعنا نحطوه نحطو الظهر تاعنا هاكا اب اب الوغ نبدي نقص هادي هنا ونقص هاد الحبه
الوغ كي تجي لهنا ما نقصش تماما مثل هذه، لا غادي نزيد هنا، عندي زياده 3 سنتيمتر، غادي نزيد واحد حتى 3 سنتيمتر هنا، نزيد حتى 3 دو، حتى 3 دو تما تجي هكذا، نزيد 3 دو، نزيد 3 دو هكذا، اوب روحو كيما هاك هاك فوالا. علاش؟ باش كي نديرو الكمش تاعنا، كي نديرو هنايا الكمش كي نديرو الكمش تاعنا يخرج نيشان. يعني باش نحل نفتح نفتحو الامام تاعك، خاطر تشوف في الموديل جاي مفتوح. ما كون باغيين ديرو تجي مفتوحة، الوغ انا ندير 10 سنتيمتر هي. شوفوا الأمام تاعنا هذا هو، ألوغ دروك واش غادي ندير؟ غادي تشوفوا هنايا غادي يجي هاكا، عندنا هادوك لي بليور يجي كيما هاكا، هنا يجيونا دي بليور كيما دايرين. نمشي ندير الأكمام دروك، ألوغ ناخدو هادوك القطعة تاع القماش اللي خرجولنا كي فصلنا الجلال، خرجولنا قطعة قماش كبيرة، ألوغ نرفدو وحدة، ألوغ ناخدو دروك نمشي نفصل الأكمام، غادي نوريلكم هاد الطريقة ساهلة تاع تفصيل الأكمام. شوف نحوسو على الجهة تاع تاع الكم، نطويو هاكا على اثنين، شوفو بلي راها في لو بون سونس، نطويو هاكا على اثنين، ثم الجهة لي إلاستيك تأكدو. طو هاكا على اثنين، ثم نطوي على اثنين. الوغ شوفوا البنات غادي نوري لكم واحد الطريقه جديده، واحد الطريقه جديده في الفصاله، في فصاله الكم، وسهله ومضمومه بمئة بالمئة. الوغ شوفوا هنا راني طاويه هنا القماشه مطوي على اثنين ثم على اثنين، يعني مطوي على اربعه باش نخرجوا زوج تاع الاكمام. تاخدي الحرده، شوفوا الحرده تاع هنا، هذه الحرده نتاع الكم، شوفوا الحرده تاع الكم ها هي هذه، وهنا وين راه مطوي. الوغ ما نحطوش هكا كيما شحال من خطره وريت لكم هذيك، وريتها لكم خطره هاد العفسه، ما نحطوش هاك، لا نحطو هاك. شوف كيش نحطو، حطو هكذا، شوف كيش نحطو، حطو هكذا. هادي دوك نعاود نوريها لكم بالتدقيق ان شاء الله. تو كيفاش حطيت هكا ونجي نفصل عادي. فوالا، وبعد نعاودو من هاد النقطه هادي نحسبو الطول تاع الكم شحال. انا عندي 63، ندير 63 63 معليش، ونزيد واحد سنتيمتر تاع الخياطة، عاود من هنا، هنا شحال راني باغي ندير؟ ندير شوفو، ماني باغا مانيش باغي يجي مزير بزاف، مانيش باغي يجي مفتوح، راني باغي يجي هكذا. ألوغ ندير 21، 21 مقسومة على 2 هكذا، ونعاود نقص هكذا من هنا ونجي طالعة. شوفوا الكم تاعي كيش يخرج، زوج تاع الأكمام. على قبل ما نكملوا كلش ونمشيو نخيطو، نوري لكم كيفاش نخرجوا، لازم نخرجوا التبطين البنات، وباش ما نضيعش القماش غادي ندير وحده بوحده، باسكو عندي باقي لي قطعة قماش كبيرة مانيش باغي نطيحها. الوغ ناخد وحدة، هادي باش ندير التبطين، ناخد وحدة
نشوفو نقص هكذا. شوفوها، شوفو مليح، انتبهوا معايا مليح. ها شوفو كيفاش نقصها. فوالا ها الاولى، خصني نخرج كيما هذه تماما. نخرج وحده ثانيه، هادو التطين تاع الامام. اروح تاع الامام، شوفوا هذا يجي من الداخل هكا، يجي هكذا من الداخل، يجي من كلتا الجهتين. ونزيدو وحده تاع الظهر. بقايا قماش، هب حطوا هكذا هكا ونقصوا التطين تاعنا. شي هنا هكذا تأكدوا لازم هذه تكون قدها، هنا يكونوا قد. شفتوا هذه القطعه تاع الطبطين، هذه هنا تكون قدها نفسها. كيفاش ندير؟ غير هنا ونجي ناجستي سهله يعني، ماشي فوالا يكونوا قد. شوفوا هنا عند السطر جايه هكذا، شوفوا نقصوا قطعه هكذا ومن بعد نوريلكم كيفاش تلصق. كي تجي تخيط، كي نجي نخيطو نوريلكم كيفاش تخيط. بنات الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها، غادي نبدا بالتطين. ناخذوا هاد القطعتين تاع الامام وناخذوا القطعه تاع الظهر، نحطوا هكذا، نحطوا هنايا ونبدي نخيط. الحاجه الاولى نبدي نخيطها هنا وهنا. هادي الوغ واش راني ماشي ندير، ماشي ندير لو سوجي، ماشي ندير سوجي هنايا، ندير هنايا لو سوجي باش من بعد يجيني ساهل باش ما نقعدش انا. لا سوجي توت قلت لكم كل خطره، كل مره نهضر لكم على حاجه. دوك تشوفوا انا راني ندير لو سوجي بالخيط الكحل، ما عنديش اربعه تاع الالوان تاع الخيط الازرق، تاع عندي الخيط واحد لون ازرق واحد اللي يتمشى مع هذا عهد القماش. نتوما ماكمش دائما مجبرين انكم تبدلوهم باربعه بنفس اللون. اللي تكونوا مجبرين باش تبدلوها بنفس اللون، واش هو؟ هو لابوبين الاولى، هذه هاد لابوبين الاولى الاولى. علاش؟ على خاطر شغل الخياطه الاولى اللي تكبدنا اللي تكبدنا الخياطه تكبد الاقل لي بياس، هي هذه هي الاولى هذه. دونك هذه لابوبين الاولى اوبليجي تكون بنفس اللون. بنات غادي ندير لي بانس. باش نديرو لي بانس غادي تطويو تطويو هذا جلال تاعكم تاع الامام، غادي نبدي بتاع الامام. تطويو هكا على اثنين، تطويو على اثنين وتجيو من هنايا هنا وين راه مطوي هنا، تحسبوا المسافه اللي عندنا بين الحلمين. يعني دوك نوريها لكم في الصوره وتقسموها على اثنين. انا عندي 22، الوغ 22 نقسمها على اثنين، نتخاصي ندير هنايا 10 سنتيمتر، ندير 11 سنتيمتر، ندير 11 سنتيمتر ونتخاصي هكذا. وباش ما نغلطش، باش ما نغلطش كيش ندير، ندير هكذا لي بانغل هكا، ندير هكا لي بانغل، نعاودلي نقلب وندير الجهه الثانيه، الجهه الثانيه.
هنا في هذا لو بوين لي تراسيته هنا نحسب واحد ونصف منه واحد ونصف منه. دير هكذا واحد ونصف ومنه واحد ونصف باسكو لابانس راني باغا ندير فيها 3 سنتيمتر. الوغ ونهودو سا ديبون لابانس شحال راكي باغا ديري فيها. انا ندير فيها 10، دير غير 10. الوغ جي هكذا نجي هنايا ونتراسي لابانس تاعي هكا. هذه هي لابانس، يعني باسهل طريقه نحوس، مانيش نحوس نعطيكم تعقيدات. عاود من بعد نزيد نرفد اون اوتر ايبانغل ايبانغلي هنا وين تكمل لابانس تاعي، بتجيني سهله. تولي تعاود تقلبي هكذا وتتراسي لابانس الزوجه تاعك، تحسبي واحد ونصف منه واحد ونصف منه وتتراسي لابانس تاعك. هذه هي هذا المكان هكذا. ولا تبغي دير لابانس فيها غير شويه تنقص لابانس. فوالا فوالا نولي نحي هنا. يجيو عندي زوج تاع لابانس سهلين. ها تشوفوا هنا عندي 2 تاع دو بانس. اللي تبغي تقص وتخيط ولا تبغي تخيط ديريكت، راني باش نخيطها ديريكت لا بانس. شوفوا حاجه اللي لازم تعرفوها، الوغ لا بانس لازم كي تبدي وتخيطو تبدي هنا من واحد ونصف وتقعدي تبقاي تدخلي 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 حتى اللي توصل للصفر، حتى اللي توصل للصفر باش لا بانس تجي تاعنا لا بانس تاعنا تجي شابه. الوغ نديرها بلا ماشينا كودغ العاديه. فوالا هاني خرجت لابانس الاولى، تشوفوا هاي دي هنا كيفاش جات. الوغ نزيد نخرج لابانس الثانية. ثانية دروك ندير الجهة تاع الظهر نفس الشيء، نحسب 10 سنتيمتر وندير لابانس تاعي. فوالا لي دو بانس. الوغ دروك واش غادي نفوت؟ غادي نفوت في الخيط هذه الجهه، هذا الظهر نخيط معاه الجهه اللي التحتانيه هكذا، نحط هكا ونخيط. راني خيطت هنايا باش دروك راني باش ندير تاع الامام. الوغ كيفاش ندير؟ الوغ حاجه الاولى اللي نبدا بها هنا غادي ندير لي بلي. شوف باش تجيني سهله غادي نحط جلال تاعي هنا وهنا، شوف هكذا وهنا ندير دي بلي، ندير ثلاثه تاع لي بلي، واحد زوج ثلاثه. الوغ انا دائما نستعين بالزيبان كي ندير لي بلي باش يخرجوا لي شابين، باش يخرجوا لي شابين. هنا درت 4 تاع لي بلي 1 2 3 4 وندير نفس الشيء بالنسبه للجهه الثانيه. الوغ باش تجيني سهله، شوفوا باش تجيني سهله تحطوا هكذا، تحطي هادي هكا وهادي تجيبيها هنايا وتشوفي تحاولي ديري لي بلي كيف كيف هكذا باش يجيو كيف كيف.
شوفو يجيو كيف كيف. انا غادي نخيط خياطة غير يعني بروفيزوار، خياطة هنا وخياطة. نزيدو الثانية. فوالا شوفو هاني خرجت لي بلي، شوفو هاني خرجت انا لي بلي. دروك واش راني ماشي ندير؟ غادي نخيط هذا الامام قبل ما ندير الجلال تاعي، ندير نخيط هذا الامام مع الظهر. شوف هذا الامام ونحط عليه الظهر ونخيط. خيط هذه هنا، خيط هنا وهنا. شوفوا هاني خيط، شوفوا هاني خيط عند الكتفين. الوغ دروك واش راني ماشي ندير؟ غادي نركب التبطين. التبطين غادي نركبه دروك. الوغ كيفاش ندير؟ نحط هادو زوج هكا ونجيب التبطين هكا ونحط التبطين هكذا، نحط التبطين هكذا. الوغ نثبت مليح. شوفوا حطيت الوجه مع الوجه. شوفوا هادي هاد التبطين هكا باش تجيكم الخدمه نقيه، تجيكم شابه الخدمه. الوغ شوف نحط هكذا التبطين، غادي نخيط هنا، غادي نخيط هنايا، نحط هكذا باش يبان لكم. الوغ شوف راني ماشي نخيط هنا هكذا ومننا ونجي هاودو ندير بلا ماشينه في الكراعات خاطر هذا يجي من الداخل ما يبانش. غادي ندير عمليه هذه هنا هنا نحيو هذا القنت هكذا وهنا نفتحو هكذا. فوالا الملاط. دروك واش غادي ندير؟ غادي نقلب مليح هذا نقلب الدوفون تاعنا. دروك لا دونتيل تاعنا غادي تجي هنا في الوسط، نجيب لا دونتيل تاعي. شوفوا البنات راه باش تجي شابه غادي نقسمها على اثنين هكذا. علاش خدنا دابا نخرج هاد لا دونتيل الشابه هادي، هاد الشابه غادي نخرجها هنايا عند الفوق. انا نقسم على اثنين ونخيط، معليش نختار هكا ندير هكذا ونقسمها على اثنين. واش ندير؟ نحط هادي وحده فوق هادي هكذا هنا، غادي نخيط هنايا. هنا خيطوها بلو بوان دووا احسن. فوالا. الوغ واش راني باغي ندير؟ راني باغي نخرجها هكذا، نخرجها هنايا هكا. شوفوا هنا نخليك شغل، هنا راني مخليك شغل حد دو دوا،
الوغ ما نغلطوش في الجهه فوالا لي زيبانغ البنات ناخذ لي زيبانغ الايبانغ اللي هنايا باش هكا ما تهربليش القضيفه ولا دونتيل هاب الايبانغ لي هكذا شوفوا هنا خليت فتحه يعني هنا قريب دو دوا وهنا خليتها مغلقه ياك نقلب بنات كم تشوفوا هنايا واش راني مش ندير غادي نخيط هنا هكذا ونجي هنا في لو كو يعني في التكويره هنا هنا ونجي دايره هنا ونجي مهوده حتى لهنا فوالا البنات شوفوا شوفوا كي جات شابه الوغ دروك واش راني باش ندير نحي عليا هاد الدونتيل اللي زياده نحيها ولا تبغي ديرها الفتحة كبيرة دير فتحة كبيرة يعني لو شوا يبقى عليكم نتوما الوغ هاني كملت هنايا كملت هادي هنا كملت هادي هنا درك واش راني ماشي ندير غادي نركب الجلال الثاني هذا هنا هكذا بون هنا تشوفوا كي درنا لي بانس كشغل طلعت هنا شويه هنا كشغل طلعت هنا طلعت شويه حاولوا تسكدو هنا انا دابيتود نديرها بلا سيرجوتوز هي تقصلي فوالا الوغ شوف نجيب الجلال تاعي هنا خيط حط هادي مع هادي وهادو لي بانس نورمالمون يجيو مع لي بلي فوالا البنات خيط هنايا تشوفوا كيش خرجت شابو خرجت روعه برك نركب الاكمام نركب الاكمام ونعاود نخيط في الجانبين راني خيط الكمين دروك واش غادي ندير غادي برك نقلب هنا هكذا ونخيط من لهنا البنات دروك حاجه اللي تبقى لي راني وريتها لكم في الفيديوهات الاخرين غادي برك ندير هنايا السيرفيلاج وندير عطفه صغيره لتحت وفي اليدين تانيك ندير هنايا في اليدين نزيد ندير عطفه صغيره هنا عطفه صغيره انا دائما نكمل بالعطفه تاع اليدين ما نبغيش نبدي بالعطفه تاع اليدين نعاون ندير علاش باش هنا تجينا فيني شابه هنا نكمل العطفه تاع اليدين وبهذا نجي مكمله الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه ما تنساونيش بالاشتراكات ودعم القناه دعموا القناه باش تزيد تكبر اللي راه هذا ما التحقتش معايا في اللوبس نضموا في اللوبس واللي راه هذا ما التحقتش معايا في الانستغرام تانيك مرحبا بكم ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه تهلاو في روحكم بزاف بزاف وعلى بخشان ان شاء الله.